لتسليط الضوء على تفشي فيروس كورونا في العراق، معنا من بغداد الطبيب المتخصص دكتور إبراهيم سليمان. مرحبا بك دكتور إبراهيم. إذا هناك قفزات سريعة في الأرقام المعلنة للمصابين بالفيروس في العراق، هل دخلنا يعني مرحلة التفشي للوباء وربما نفقد السيطرة عليه داخل العراق؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدين قناة الرابطين. حياك الله. أستاذي العزيز، الآن وصلتني وثيقة. الوزير السابق لوزارة الصحة سوى عقود للفنادق على مود يحجر بها الملامسين والمشكوك في أمره. إجا هذا الوزير ألغى كل العقود. هسه للأمانة العلمية أحكي لك إياها، كل مستشفياتنا مقبطة، فول بيت. كل الأسرة مقبطة. لا حد يجي يزاود علي. الان هذا التخبط بالمسؤوليه وبالهذه هم طبعا يعزوه، نعم المواطن يتحمل، بس وزاره الصحه والدوله ما يسمى بالدوله بين قوسين او بين هلالين هي تتحمل العبء الاكبر. لان الصحه كل وزير كل من عديله ما قبل عديله والدنيا، الوزير الفاشل هو استحوذ على وزاره الصحه وهذه النتائج. الان السليمانية أعلنت على 101 إصابة. السليمانية ولا حالة. الآن يعني أنت تتوقع الإصابات الكيرف مالتك بده يصعد، يعني إذا اليوم 260 أول البارحة 420 بكرة أو بعد بكرة تصل الألف، وهذا ما صرح به دائرة صحة الكرخ. نعم يعني نعم. صحة الكرخ نعم. ذكرت أن موجة كورونا الثانية بدأت وربما قد يسجل 1000 إصابة يوميا في هذا الأسبوع، ولكن هل يستطيع النظام الصحي تحمل ذلك في العراق؟ ما الحل برأيك دكتور؟ سيد العزيز كل مستشفياتنا مال بغداد كلها، بغداد كرخ ورصافة، ما تتحمل أكثر من 3000 سرير كل الأسرة. للمعلومة هاي كل المستشفيات شبيها مثل هاي هسه اليرموك، بيها نسائية وبيها جراحة وبيها باطنية وبيها أطفال وبيها عروق وبيها شو اسمه هذول اللي ياخذون كيمياوي الامراض السرطانيه. نعم. يعني كل الاسرة ليس من المفترض ان تتحمل الحكومه المسؤوليه والبرلمان وخليه ازمه وهذه اللجان، ما دورها منذ بدء الازمه منذ اشهر؟ حبيبي هذول حراميه لصوص يتلذذون بعذاب العراقيين. نعم. يتمنون يزيد يعني اكو بعض البرلمان يتمنى يزيد الطين بله. تحكي لي هاي. نعم. هذول مو سلطه، مو دوله، مع الاسف مو دوله. والناس حاسبينهم دوله ويتقبلون. يعني اليس هناك صاحب العراق ميزانيه مخصصه نعم. لوزاره الصحه دكتور؟ نعم نعم اخذوها هذولاك السابقين، هسه ما ضل بها ولا فلس. وزارة الصحة يعني هاي الميزانية إلى الآن ما قررت. نعم. إذا كلمة أخيرة توجهها للمواطن العراقي. المواطن العراقي احمي نفسك بنفسك، مالك لازم بالدولة وبالسلطة. الكمامة والجسمة واحتمي في هاي. نعم. وإحنا تليفوناتنا سوينا مجموعة من الأطباء أكثر من 1000 طبيب بكل المحافظات. فتحنا كل تليفوناتنا، اتصلوا بينا شو يصير بكم، اتصلوا بينا ممكن نوجهكم. نعم شكرا جزيلا لك الدكتور اختصاص إبراهيم سلمان من بغداد.